يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله سيدي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إذا ذكر الحسين فأي عينا تصون دموعها صون احتشامي، بكته الأنبياء وغير بدعة بأن تبكي الكرام على الكرام. لقد عجت له الأملاك حتى خدود الحور تدمى باللطام، لذا موسى هوى صعقا عليه، وعافت مريم نطق الكلام، ولم يرى سمايا يحيى سقاه الحوز أكواس الحمام. فهل عاشت كزينب أم موسى؟ وهل عاشت كزينب في احتضامي عشية بات منزلها خليا من الأبطال والأسد محامي؟ تناديهم وهم صرع خمود، وتندبهم وهم فوق رغامي. بني أمي اسمع ندبة زينب بلسان حالها، بني أمي متى كنتم بعادا عن العان المخوف
المستضام بني أمي متى قصرت أكفون بني أمي متى قصرا يا أكفون لكم في الحرب عن رمي السهام بني أمي سلبوا قناعي بني أمي حرقوا خيامي زينب احتارت يوم شبوا بالخيام نار طلعت وياها الحريم صغار وكبر تصرخ بعالي الصوت طايح وانا يا حسين خدر انحتك وانت غياث المستغيثين عجل ادركنا لا يتكون ان ساوي لما نسمع ضلي تقلب فوق لوعة وقالها يا زينب باليتايا ما لا تجيني ولا تكثرين من البوا لا تكثري عتبي ولا تجيني بالأخمر لا تكثري عتبي ولا يا جثة بلا راسي قبالك والجسد بالخيل روح الشريعة بالكتاب شوفين عب يقدر على النهضة ويسال سيفه البطايا صاحت دخيلك يا لي قطع بالشريعة لأن الندر دي تراك فوفي للخيطة يا مي الوديع وتدرون بي مقطع الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم
يرزقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عندما يفتح باب الحديث حول الشهادة فإننا نتحدث حول سلم من سلالم الخلود، وعندما يطرق باب الشهادة فإننا نقف أمام باب لا يدخل منه إلا المخلدون. الشهادة هي أقصى مراتب البر عند الله عز وجل، والحديث فيها حديث حول وسام يتفضل به المولى تعالى على عباده. المسألة ليست باختيار العبد، فما أكثر من ينزل لميادين العراق ولا ينال مقام الشهادة ولا يعطى وسامها، فيعود محزونا موجوعا. ولهذا يصطفي الله تبارك وتعالى بعض عباده فيشرفهم بهذا المقام. عندما نتحدث حول الشهادة مفهوما، فلا بد أن نعلم بأن الشهادة تارة تكون شهادة حقيقية، وأخرى تكون شهادة اعتبارية، وثالثة تكون شهادة تنزيلية. فما الفرق بين تلك المقامات والمراتب؟ الشهادة الحقيقية، تلك الشهادة التي تعتبر مصداقا للمفهوم الشرعي الذي لا يتحقق إلا بإزهاق نفس إنسان تحت راية إمام معصوم. فإذا كانت الحرب قائمة تحت إما تحت راية المعصوم أو بإذن من المعصوم، وبشرط أن يقتل الإنسان في ساحة القتال، فلو جرح هناك ثم حمل إلى داره لا يعد ماذا؟ شهيدا حقيقيا. بعبارة أخرى، الشهادة الفقهية. ولهذا الشهيد كما يعلم الأحبة بأنه لا يغسل ولا يكفن، ولكن يصلى عليه ويدفن. فإذا مات في ميدان الحرب صلي عليه ودفن بدمائه وثيابه، فلا كفن ولا غسل، لأنها شهادة حقيقية فقهية. أما الشهادة الاعتبارية، أي التي نزلها المولى عز وجل منزلة الشهادة، وبعبارة أخرى هي على نوعين: نوع فيه موت وإراقة دم، ونوع آخر من الشهادة الاعتبارية لا يوجد فيها قتل ولا دماء، ولكن الله تعالى نزلها في الأجر والثواب منزلة المجاهدين. فأما الصنف الأول فواضح بأن من قتل دون ماله أو من مات دون ماله مات ماذا؟ شهيدا. ومن مات دون عرضه مات شهيدا. روايات: ومن مات على حب محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. مات شهيدا، كيف لم يرق له دم؟ نعم، الكلام إنما هو كلام ماذا؟ ينزل منزلة الشهيد في الأجر والثواب، مع أنه مات
خرج من الدنيا ولكن لا بضربة سيف ولا بطعنة رمح. مات موتة طبيعية على فراشه، وتارة لا، كان يدافع العدو سارقا غاصبا مدافعا عن عرضه وشرفه فمات، فهذا أيضا يعد من الشهداء. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أما الصنف الآخر فهو حي لم يقتل ولم يسل منه دم، ولكن صدر منه فعل يجازى في الأجر أجر الشهداء. فانتظار الفرج مثلا، أجل الله فرج مولانا صاحب العصر والزمان المنتظر لفرجنا، روايات متكثرة بهذا المفهوم والمعنى، المنتظر لفرجنا كالمتشحط بماذا؟ بدمائه في سبيل الله. يعني هو جالس يأكل ويشرب، غاية الأمر أنه منتظر للظهور، والانتظار عادة يصاحب ماذا؟ استعدادا علميا وفكريا وبناء روحيا وجسمانيا وتهيئة للدولة الموعودة التي جاء في الدعاء عن صاحب العصر والزمان روح فداه: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. تلك الدولة الموعودة التي ستقوم في آخر الزمان، الممهدون، المرتقبون، المتحسسون، هؤلاء الذين أعدوا أنفسهم وانطلقوا بمشروع الإعداد، سواء كنت تدير مشروع تعليمي اجعل عملك يصب في مصب ماذا؟ التمهيد. تدير مأتما حسينيا اجعل عملك يصب في مشروع التمهيد. عندك ولد صبي في الدار تبذل مالك ووقتك وجهدك لتربيته، انوي أنك تعد ناصرا لينصر إمام الزمان. وعندئذ جميع أفعالنا وحركاتنا وجميع حركاتنا ستكون ماذا؟ تصب في مصب واحد، ألا وهو التمهيد. وهذا هو الذي يجسد الانتظار الإيجابي، الانتظار الإيجابي الذي فيه عمل، الذي فيه حركة، الذي فيه سعي. أمثال هؤلاء لهم أجر الشهداء كالمتشحط بدمائه في سبيل الله. الشهادة من أرقى مراتب البر، فوق كل بر بر. الصدقة فوقها عمل، والصلاة فوقها عمل، وغيرها من الأعمال، ولكن حتى يقتل المرء في سبيل الله فليس فوق هذا البر ماذا؟ بر. هذا أقصى مراتب البر. ولهذا الشهادة من أعظم مراتب القرب إلى الله. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يأتون للنبي ويسألونه الدعاء لأن ينالوا مقام ماذا؟ الشهادة. ولهذا من المفاهيم الفقهية التي يطرحها علماؤنا البحث حول تمني الموت. ما حكم أن يتمنى الإنسان الموت لنفسه؟ الأصل فيه الكراهية، يكره للإنسان أن يتمنى ماذا؟ الموت. إن أردت أن تسأل فاسأل الله تعالى أن يطيل في عمرك في رضاه وفي طاعته. أما تمني الموت فإن كان ليس مصحوبا بمعصية كاليأس من رحمة الله عز وجل. وبعض الناس يلجؤون جهلا منهم بسؤال المولى تعالى أن يأخذ ويقطف أعمارهم. لماذا؟ لأن اليأس ماذا؟
تسلل إلى قلوبهم. تمني الموت الأصل فيه الكراهية، ولكن هناك مواطن الموت يكون فيها ماذا؟ راجح. واحدة من تلك المواطن اختصاراً أن يتمنى المؤمن أن يموت أو يقتل أو يراق دمه في سبيل الله. هذا ليس فناء، هذه سعادة. لا أرى الموت، يقول الحسين عليه السلام، إني لا أرى الموت إلا أي نوع؟ أن تموت من أجل الله، أن تموت في سبيل الله. الذين عرفوا حلاوة الشهادة يبادرون لها ولو زحفا. عمرو بن الجموح وفي واقعة أحد عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله بالقتال والنزال، فجاء عمرو وكان رجلا أعرج برجل واحدة، فوقف أولاده بين يديه، قالوا أبتاه نحن نكفيك، فأصر إلا أن ينزل الميدان. قالوا له أبتاه نحن أشداء، أبناؤك نكفيك، فأبى إلا النزول. فشكوه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل النبي إليه صلى الله عليه وآله، قال يا عمرو، واضح رجل أعرج ليس على الأعرج ماذا؟ حرج. فتحادرت الدموع على وجناته، قال يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه، موهني ما يطالع الأرض، أرض الجنة عيون أبعد مما نتصور، عينه ليست على الدنيا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله فيه هذه الروح ما تمالك إلا أن أذن له. فلما رأى الإذن من رسول الله نزل إلى الميدان. تخيل، عصاه في يد والسيف في يد أخرى، فصار يضرب وتارة يضرب إلى أن وقع على الأرض ماذا؟ شهيد. هنيئا له بهذا المقام، أن تقتل في سبيل الله. ولهذا الشهيد عندما بذل نفسه للخالد الباقي وهو المولى عز وجل، انت ارتبط بكل مخلد تكون خالد. الإنسان إذا يريد يصير خالد في أذهان الناس تحلى بالأخلاق، فإن الأخلاق ماذا؟ خالدة باقية. ولهذا أصحاب الخلق الرفيع وإن ماتوا لا زال الناس يذكرون ماذا؟ محاسن أخلاقهم، لأنهم ارتبطوا بأمر مخلد. العلم، فقم للعلم لا تبغي به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم. ارتبط بالعلم تكون مخلد. وإذا ارتبطت بالله وأرقت دمك في سبيل الله عز وجل وفي سبيل دينه، ستبقى أيضا خالدا. هنيئا للشهداء الماضون في زمن رسول الله، وهنيئا لشهدائنا الأبرار الذين أراقوا دماءهم في سبيل الله عز وجل، وسيبقى أمثال هؤلاء يتربعون على عروش قلوبنا، يتربعون على القلوب. وإن دفنوا في التراب ولكن لكل واحد منهم قبر في قلوب المؤمنين، يذكرون بمحاسنهم بتضحياتهم وببذلهم. ولهذا أعظم شهادة في التاريخ، وهي التي أحيت أمة وأحيت الناس جميعا، هي شهادة الحسين. هاي الشهادة الخالدة التي لها حق في أعناقنا جميعا. ولهذا عندما نجتمع في تأبين شهيد، لا غنى لنا من ذكر الشهيد الأكبر، فكل الشهداء على أثره وكلهم تحت رايته يحشرون بين يدي الله، ونحورهم تشخب دما يشكون إلى الله ممن ظلمهم وممن آذاهم. ولهذا
شهادة كربلاء عبرة، شهادة كربلاء يعتبر بها المؤمنون ويتسلون بها عندما تقف مع واقعة كربلاء لترى الحسين وقد أكثر الأعداء من طعنه ومن ضربه حتى وقع من على ظهر جواده. تخيل هاي الفاجعة والمصيبة، ويقع على الأرض ها، ثم يميل القوم على بنات رسول الله، فتخرج زينب، فتخرج زينب ونحن في أيام الحوراء، فتخرج روح فداها واضعة يدها على رأسها فتنادي بقلبي أخي حسين إن كنت حيا فأدركنا يا، وإن كنت ميتا فأمرنا يا، وأمرك إلى الله فآبي الخيل والرجال هجمت علينا. انظروا إلى غيرة الحسين، إلى حمية الحسين، والدماء تسيل من جسده وكان مرملا بالدماء، فقام من حين وقع على حر وجهه، قام ثانية وثالثة فلم يصل إلى زينب، ولكن وصل من الحسين إلى زينب شيء واحد، إنه أنين الحسين. فلما سمعت زينب تلك الأنات صرخت وأقى سور الحرام، يا حسين لا تجذب الونا بل كت يعزنا من الخيام تهدى الرنا، ودي أوصل مصرعا ودي أوصل مصرعك وانجد ال، لكن شبيدي ولازم ذياليتا، ولو يقدر السجاد ينهض كان خدكني واسدو بالدمع نغسل الطبرة. راحت لو ما راحت، ها سؤال، ذهبت إلى الحسين لو لا، مضت على أثر الأنين، وصلت إلى مصدر الأنين، قلبها يقول هذا صوت حبيبي الحسين، لكن وصلت إلى جسد مرمل بالدماء، نظرت إليه قلبها يقول هذا هو الحسين، لكن عينها تقول هذا ليس الحسين. وقفت عند نادى أأنت الحسين؟ فلم يجبها، أأنت ابن والدي؟ فلم يكلمها، أأنت شقيق فؤادي؟
كان مغشياً علي أفاق أخي أنا الحسين أخي عودي إلى الخيام وتكفلي بالأيتام وإذا بزينب تنادي أنا بعيني لباري لك عيالا وانا بروحي لسكت لك اطفالك يا اخويا المات لا يرضى بدالك رحنا طبك كلنا فدا تلتفت يمين شمال الخطاب لمنها تتذكر لما رأت أخاها بعد أن قتل على الثرى وقفت عند جسده ونادت تخاطب شيعة أهل البيت الخطاب لكل شيعها يا شيعة الكرار ما بيكم حمي ما كان خدت كفان رحت الغار ليش شلت حماكم لا يا الدوس الأعوجي وجبت حريما لا تروح بيسر كفا قوموا بقلوبنا إلى كربلاء قوموا نروح الكربلاء نغسل الشب ونشيل جسم حسين ونفصل لك وراسا يشيع النزله فاق لسنا والحرم نرجع حول زينب ناخد خما تبكي العيون بدمعها المتوقد يا الله اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرتا ولا عيبا إلا سترتا ولا هما إلا كشفتا ولا أسيرا إلا خلصتا ولا طريدا إلا آويتا ولا غريبا إلا أرجعتا ولا مريضا إلا شفيته وعافيته لا سيما مرضى الحاضرين والحاضرات من أوصانا بالدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ولجميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات وعلى الخصوص من سألنا الدعاء حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وفرج عنا به يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها إله الحق آمين والفاتحة لموتانا وموتى الحاضرين ومن مات على الإيمان ولا سيما من اجتمعنا لأجله وسببه اللهم ارحمه برحمتك واسكنه الفسيح من جنتك واحشره في زمرة محمد وآل الطاهرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين إلى روحه وإلى أرواح جميع شهدائنا الأبرار وإلى علمائنا الأخيار
نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.